السلام عليكم. حنتعرف اليوم على كيفية مشاهدة الصور والفيديوهات في الحالة في الواتساب في الأندرويد، بحيث إنه الصور كلها تنزل عندك في الجهاز. طيب نروح وين؟ مجلد اللي هو ملفاتي، ندخل على ملفاتي، نروح وحدة التخزين، نروح مجلد اللي هو الواتساب. في مجلد الواتساب نختار الميديا. طبعا في الوضع الاعتيادي ما يظهر عندك مجلد الستاتيوس، ستاتيوس اللي هو الحالة. نروح للمزيد ونختار إظهار الملفات المخفية، حيظهر معانا الستاتيوس اللي هو إيش الحالة. نضغط عليه حيظهر لنا كل الصور والفيديوهات تبع الحالة اللي المتصلين عرضوها. طبعا هذا خلال يوم ينحذف من خلال 24 ساعة تنحذف الصور والفيديوهات من هذا المجلد، لكن خلال هذه الفترة احنا نقدر نستخدمها ونرسلها إعادة إرسال أو مشاهدتها أو من هذا القبيل. وشكرا لكم.